بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل الدرس الخاص بالليكسيكال أنالايزر. يمكن المحاضرة اللي فاتت شفنا البداية. البداية كانت سهلة جدا، اللي هي عملية التخلص من السبيسز والنيو لاينز والتابز. بس اللهم لقينا أن عند النيو لاين كان يحط كاونتر ويحاول يعد، كل ما يلاقي نيو لاين يزيد الكاونتر هذا بواحد. ليش؟ عشان لما في المستقبل نلاقي غلط يكون عارف مكان الغلط هذا وين موجود، زي ما بيصير في عملية الكشف للأخطاء في الكومبايليشن. تمام؟ قلنا هذه اللوب حيدخل فيها، طول ما بيلاقي سبيس بضل يمشي في اللوب أو نيو لاين أو تابز. لغاية متى؟ لغاية ما يطلع بكاركتر مش سبيس ولا لاين ولا نيو لاين، عشان يقدر يكشفوا شو هو. طبعا في برضه في المناسبة قلنا إنه ممكن الكود هذا الموجود يتعدل على اساس انه كمان اشيل الكومنتس، لانه المفروض انه الليكسيكال انالايزر مش بس بريحنا من السبيسز والنيو لاينز والتابز والامور هاي، حتى لو في كومنتس ماله برضه بيشيلها. الخلاصه انه بيحاول الليكسيكال يلاقي التوكن ويقول له تفضل هيني لقيت التوكن. طبعا الان اول ما بمسك كاركتر معناه هو لا سبيس ولا لاين ولا نيو لاين، يعني بدايه التوكن بكون لقاه، بيطلع من اللوب هذه تاعت السبيسز واللاين والنيو لاين اللي كتبناها المره اللي فاتت. الآن الشطارة إنه بده يحاول يعرف هذا اللتر أو هذا الكاركتر عفواً هو بداية أي توكن، هل هو نمبر، هل هو ايدنتيفاير أو كي وورد، هل هو قائم بذاته. إحنا طبعاً المرة اللي فاتت فرضنا فرضية لازم نضلنا متذكرينها وإحنا بنعمل كودنا اليوم، إنه التوكنز اللي عندي هم يا إما نمبر يا إما كي وورد أو ايدنتيفاير أو كل توكن قائم بذاته. هاي اللي إحنا فرضناه، هيك حنشتغل في الكود تبعنا. تمام؟ حتيجي تقولي لي طب الأصغر والأكبر، الأصغر أو يساوي، أكبر أو يساوي، حقولك لازم تعملي تعديل معين في الكود، لأن احنا ما فرضناش زيك، احنا فرضنا أنه بنطلع النمبر أو بنطلع الكيورد والايدنتيفاير والباقي بنعتبره قائم بذاته. أي إشي تاني بدك إياه أنا لازم تعدلي على الكود الموجود. تمام. المرة اللي فاتت خلصنا برضو من كود النمبر، لقينا الموضوع سيمبل خالص. أول ما بلاقي ديجيت بفوت جوا، إيش بيسوي؟ بحاول يمشي عاد، كل ما بيلاقي ديجيت معناه هو قاعد بكبر في الرقم تبعه، كل ما بيلاقي ديجيت معناه بكبر في الرقم تبعه، فبصير هنا يعمل عملية حسبة لهذه الفاليو تاعت هذا الرقم، والحسبة لقيناها سهلة، كل مرة بضرب الفي بعشرة عشان يزيد الوزن، لأنه هذا انتقل من الأحاد إلى العشرات مثلا، وبصير يجمع عليه القيمة الجديدة، وبضل في العملية هذه يلف لغاية ما يجي حاجة مش ديجيت. خلاص الان بعرف انه في لقى توكن اسمه نمبر، فعلى طول بروح ايش برجع بقول يا جماعه لقيت انا توكن اسمه نمبر والفاليو تبعته مخزنه وين؟ في في. باختصار وهذا كلام تكلمنا فيه المره اللي فاتت. الان طلع من هان في ملاحظه مهمه، البيك وين واقف لما طلعنا من هاي الفانكشن؟ واقف على اول كاركتر بعد النمبر، يعني لو استدعينا احنا الليكسيكال مره ثانيه حيكمل تكميل من التوكن اللي ورا النمبر ويفحصه. طبعا حيعيد من اول اذا فراغ مش فراغ اذا كاركتر، المهم حيشتغل من جديد، بس بكون واقف اكيد وين البيك بعد، ايوه اول كاركتر بعد التوكن اللي لقاه عشان يكمل تكميل من عنده. الان طب بدنا نفرض انه كان البيك من الاساس من حد ما طلع من السبيسز والنيو لاينز والتابز طلع بقيمه مش ديجيت، معناها مش حيفوت هان. ليه؟ لانه البيك هولد اديجيت عشان يفوت وهو مش ديجيت، يبقى مش هيعدي هان. مزبوط ولا لا؟ طب وين بده يعدي؟ اكيد بده يعدي على دائره ثانيه او بلوك ثاني يفحص شو هذا الكاركتر عشان نبدا نشوف شو هذا التوكن. احنا الان بنفرض ايش؟ انه ممكن يكون ايدنتيفاير مثلا، فلو فرضنا انه مثلا الكاركتر البيك الحالي هو لتر، ايش تتوقع حنسوي؟ هذا معناه انه هذا مشروع توكن من نوع كلمة، سواء ممكن تكون ID أو تكون keyword، فالمفروض أنه يكون في كود الآن خاص بمين؟ بالID أو بالkeyword باختصار، أساس باللتر يدخل ويفحص. تمام؟ طيب الآن بس في الأول قبل ما نروح نشوف الكود في معلومات عامة لازم نعرفها. كيف إحنا بدنا نميز الkeyword عن الidentifier؟ طبعا لما نيجي نكتب مثلا كلمة IFFF هذه مش هعتبرها keyword، هذه هعتبرها identifier والحروف المكونة إلها IFFF. لكن لو كتبت I small مع F small لحالهم هذه مش هيعتبرها identifier، هذه هيعتبرها keyword. طب السؤال كيف بده يميز إنه الكلمة اللي لقاها هي keyword والله هي identifier؟
عشان يميز. ايش رايكم؟ ايش بايش عندكم اقتراحات؟ يعني بنخزن في جدول كيوردز. ونفس ما قلته هنا في السيمبل تيبل. تمام يا كويس. الاقتراح اللي اقترحته سليم. انا السيمبل تيبل تبعي اللي بعمله اللي بخزن فيه الايدنتيفايرز، اول ما ببدا البرنامج تبعي بروح بحط فيه كل الكيوردز في الاول خلاص، وبقول مثلا الوايل هذه كيورد وايل، الاف هاي كيورد اف، الفولس هاي كيورد فولس، مثلا الدو هاي كيورد دو، الى اخره. بحط في الاول خالص كل الكلمات تاعون الكيوردز وهذه كيوردز. ليش انا بعمل هذه العمليه؟ لانه احنا بنقول او قلنا زمان انه اول ما بلاقي كلمه بروح على السيمبل تيبل بدور عليها، ان لقاها بروح برجع المعلومات اللي عليها. فتخيل انا معرفها وايل ومعرف دو ومعرف اشي، ولقينا كلمه وايل اكيد حيلاقيها وين؟ حيلاقيها في السيمبل تيبل، ويروح يرجع ليها ككيورد. ليش؟ لان انا مخزنها ايش؟ في السيمبل تيبل ككيورد. الان لو لقاها مش موجوده ايش حيفهم؟ انه هذه مش كيورد، هذه اصبحت ايدنتيفاير، فبروح بخزنها على اساس انها ايدنتيفاير. هاي باختصار يعني الحل سيمبل وسهل، اني الجا للسيمبل تيبل واعمل له انيشاليزيشن. طبعا هيك انا بميزهم الاثنين بعض. طبعا في طرق اخرى ممكن تمر معنا في الشباب المتقدمه، لكن خلينا نقول هذه الطريقه عمليه كثير وافشنت كثير وما فيش فيها مشكله وسهله جدا. تمام. طيب الان بس في شغله مهمه، انه انا ايش بستفيد كمان من السيمبل تيبل، وهذا حتكلمنا فيه قبل هيك، لكن هيو انا بعرضه كمان مره. بقول انا السيمبل تيبل بيعمل لي سنجل ريبريزنتيشن زي ما قلنا للاوبجكت كله. يعني انا عندي الاوبجكت مش فيه معلومات كثيره، اي دي، ايش نوعه، سكوبه، تايبه، مش عارف مين مين مين، مش فيه معلومات كثير. انا لما بروح بحط كل المعلومات في سيمبل تيبل وبس برجع عنه ريفرنس واحد، كي واحد، انا بعمل سنجل ريبريزنتيشن له، فهذا بيريحني في نقل المعلومه باستمرار، انه انا بعمل له تمثيل احادي لكل الكلام الموجود. مش بس هيك، كمان فائده جديده اليوم تعلمناها، اللي هي انه الريزيرفد ووردز اللي هي الكي ووردز بقدر احجزها من البدايه جوا هذا السيمبل تيبل وخلص ككي ووردز وبرتاح منها. يعني عمل لي السيمبل تيبل حلول مهمه، اضافه الى الكلام اللي كنا نقوله قبل، الهيستوري تبع الايدنتيفاير، بين ما بين، ايش كم مره شفته ما شفتوش يعني. لكن احنا النقاط المهمه انه بصير في سنجل ريبريزنتيشن لهذا الاوبجكت. تمام. وبصير انا ما عندي مشكله في موضوع الكلمات المحجوزه او الكي ووردز، لاني ببساطه ببدا البرنامج او ببدا العمليه تبعتي وهم موجودين في التيبل كانيشاليزيشن، وخلاص كل كلمه بتطلع معايا اذا مش موجوده في التيبل شو معناها؟ انه هذه ايدنتيفاير، فبخزنها كايدنتيفاير وبكمل. اذا لقيتها من اول ما بديت في التيبل، ما هي انا مخزنها الوايل كيورد ونوعها كيورد، فخلص برجعها بنوعها، انا مالي ايش ما يكون مسجل قدامها، برجعها بشكل كامل وبهيك برتاح من المشكله. طيب تعالوا الان نشوف التفاصيل اكثر، كيف ممكن نعمل هذا الكود. عشان اقدر اعمل هذا الكود بدي اذكرك بحاجه اسمها هاش تيبل. ايش الهاش تيبل يا بنات؟ ايش الهاش تيبل؟ اخذتوا برمجه انتوا؟ ايش الهاش تيبل؟ طيب اوضح كمان، بدنا اوضح، اجابه اوضح كمان. حاجه لها ايش؟ كي وفاليو. طيب وايش كمان؟ طيب على العموم انتم يعني اجاباتكم كلها بتصب في الاتجاه الصحيح. خلينا نقول ببساطه الهاش تيبل ايش باختصار؟ الهاش تيبل خلينا نقول عباره عن جزئيتين رئيسيتين. الجزء الاول بنسميه كي. تمام. انا اي اوبجكت بدي اخزنه جوا لازم انا اقدر اوصل له من خلال كي، على فرض انه الكي هو الحروف المكونه لهذا الاوبجكت مثلا حروفه. فلما اجي اقول اكس 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 هذا الكي وبحط كل تفاصيل الاوبجكت هان، طبعا قد يكون من ضمن التفاصيل تبعته الحروف المكونه له، ما فيش تعارض يعني، ما عندي مشكلة تكون الحروف المكونة له هي الكي وفي نفس التوقيت هي معلومة
مقترنة جوا في هذا الأوبجكت، ما عندي مشكل. المهم أنه لازم يكون في أنا عندي كي. إيش العبرة من الكي هذا؟ أنه وقت ما بدي أنا أدور جوا التابل على هذا الأوبجكت، كل اللي بسويه بستخدم فانكشن جاهزة اسمها get، وبحط له مين؟ الكي. فبتريحنا هذا الفانكشن على طول، بتروح تدور في السيمبل تابل هذا، ان 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 انا مخزن جوا الاكس اكس في اي مكان في هذا السيمبل تيبل، هذه الفانكشن ايش بتسوي؟ بترجع لي الاوبجكت كله. مش انا في انا مخزن اوبجكت في هذا المكان، انت بس في الفانكشن جيت بس بتحطي حاجه واحده، ايش الكي اللي بدها اللي بده يوصلك للمكان اللي بدك منه الاوبجكت، زي البرايمري كي في الداتابيز. شفتي كيف؟ فالان انا لما بقول له اكس اكس اكس، بروح بفتش جوا السيمبل تيبل، هل هذه اللي الكي تبع اكس اكس موجوده؟ اه موجوده. فبروح بمسك كل هذا الاوبجكت وبرجع لي اياه من الفانكشن جيت. طب افترض انا قلت له جيت مثلا، قلت له اكس تساوي جيت واي 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 مثلا، مش حيلاقي واي واي واي، حيقول لي مش موجود، حيرجع لي نل، ما فيش شيء. شفتي؟ فعمليه اني اعمل ريتريف للمعلومه من جواته سهله جدا وجاهزه، بس اعملي جيت وخلص في الهاش تيبل هذا. وايضا عمليه وضع البيانات في سهله جدا من خلال فانكشن اسمها بوت، لكن في البوت انا بدي احط تو ارجيومنتس. الارجيومنت الاول الكي، الارجيومنت الثاني الاوبجكت كله. فلما انا اجي اقول له جمله بوت واي 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 وادي له انا اوبجكت، حيروح جوا السيمبل تيبل، ايش يعمل؟ حيعمل ريكورد لمين؟ لواي واي واي، وكل المعلومه هاي او كل الاوبجكت هذا هم بخزنه هان. فعندك فانكشنين رئيسيات، بوت اذا بدك تخزني شيء، بس هنا بدك تنتبه انه لازم تو ارجيومنتس، لان لازم احدد مين هو الكي تبع هذا الاوبجكت وبخزن الاوبجكت عقباله او الفاليو على عقباله. الفانكشن الثانيه الرئيسيه جيت، واللي هي بدها منك بس وان باراميتر اللي هو فقط ايش الكي، عشان هو يروح يجيب لك مين؟ يروح يجيب لك الاوبجكت بشكل كامل. هاي باختصار، عشان هيك بنقول دائما الهاش تيبل ماله سهل خالص، سواء في وضع المعلومه او في ان اسحب المعلومه. وكمان مره يا بنات ما تستغربيش لو لقينا الواي واي واي اللي هي كي مقطع من الاوبجكت نفسه. ليش انا بقول هذا الكلام؟ لانه الايدنتيفاير هذا اوبجكت، مش جواته الاكسيم المكونه له، صح ولا لا؟ فانا ما عندي مشكله امسك الاكسيم تبع الايدنتيفاير هذا واعتبره كمان شو؟ واعتبره كي. فاكون انا ماسك انا الكي وانا حاطه كمان مره ضمن الاوبجكت، ما في اي تعارض. فالاوبجكت شيء، المعلومات شيء، والكي اللي بده يوصل لي لهذا الاوبجكت شيء اخر. واحنا هنا في السيمبل تيبل حنتعامل انه الكي اللي يوصل لي للكلمه عشان اخزنها او اسحبها هي الحروف المكونه لهذه الكلمه. يعني لو بدي ادور انا مثلا على كلمه وايل، ايش بقول له الكي تبعها؟ وايل. شفتي كيف؟ زي هيك. بدي ادور على كلمه بوزيشن اللي هي معرفه اي دي ومحطوطه جوا، بقول له جيت وبكتب كلمه بوزيشن. ليش؟ عشان يعني يروح جوا التيبل، وين ما يلاقيها يرجع لي اياها بمعلوماتها كلها. طب ما لقاهاش، خلص بقول لي نال ما لقيتهاش. وضحت كيف؟ طيب الان ايش تتوقعي بدنا نسوي لو كان البيك واقف على لتر؟ انا بتوقع بدنا نعمل التالي، وقولوا لي انتوا صح ولا غلط. البيك واقف على لتر صح؟ معناه هذا بداية كلمة، سواء كانت اي دي ولا سواء كانت كي وورد. الان ايش حسوي انا؟ حقول له امشي للي وراه. طب اللي وراه لتر او ديجيت، معناه عند الايدنتيفاير او الكلمة مسموح تكون حرف وراها حرف او رقم، صح ولا لا؟ فانا ايش حقول؟ لقيت اللي وراها رقم او لتر، حقول له كمل، هذا جزء من الكلمه تبعتي، رقم او لتر، كمل كمل كمل. لامتى حضلنا كمل؟ لما الاقي كاركتر لا هو لتر ولا هو ديجيت، حوقف واقول هذه كلها على بعض الكلمه تبعتي اللي بدي اياها. شفتي؟ اذا انت اول خطوه حتسويها حتمشي كاركتر 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 كاركتر، الدوري على كلمتك. طب لقيت الكلمه ايش بدي اسوي؟ الان بدك تسوي حاجتين. اول حاجه بدك تدوري على هذه الكلمه من خلال الفانكشن جيت جوا الهاش تيبل اللي انا عامله. والله ان لقيت الكلمه ما رجع ليش نال، خلص اللي رجع
بقول له ريتيرن للي استدعاني للبارسر، خلص بقول له تفضل لقيت هذه. طبعا هذا الاوبجكت ايش بكون جواته؟ اذا كان هو اي دي والحروف المكونه له، لانه موجود من قبل انا مخزنه كنت او كان مخزن في الانيشاليزيشن، او حتى اذا كان كي وورد وايل انا بتعبش حالي بقول له لقيت لك هاي الوايل بكل تفاصيلها. فانا لا حقول له كي وورد ولا حقول له ايدنتيفاير، انا حرجع الاوبجكت بما حمل بكل تفاصيله. والله اذا كان هو كي وورد ما هو رجع ككي وورد، اذا كان هو اي دي هو رجع كاي دي، تمام؟ هذا لو كان موجود، يعني هو موجود مسبق. طيب ما كان افرضي ما لقيتوش، يعني انا عملت الفانكشن جيت لهي الكلمه اللي لقيتها ما لقيتوش موجود، هنا هتعمل خطوتين زياده، خطوه زياده. الخطوه الاولى بدي اقول له بدي اخزن هذا الاوبجكت في السيمبل تيبل هذا او في الهاش تيبل، فحبعت كي اللي هي حروف الكلمه هاي وحبعت الاوبجكت كله ويتخزن، وبعد ما يتخزن ايش هعمل؟ هعمل عمليه الريتيرن للمكان اللي انا خزنت فيه. شفتي كيف؟ يعني هنا في خطوه زياده في حال انا ما لقيتوش، بخزنه وبحط معلوماته كايدنتيفاير، انتبهي لانه في اللي قبل اللي انا بادي فيهم مخزنين كايش؟ ككي وورد. هذا لانه جديد وما كانش في الانيشاليزيشن موجود، معناها بالنسبه لي ايدنتيفاير، فبروح بخزنه كايدنتيفاير وبحطه جوا السيمبل تيبل وبروح بقول له ريتيرن. هاي باختصار اللي حنسويه. تعالوا نشوف الكود كيف مكتوب، وحناخده اليوم ان شاء الله بالجافا كمان شوي اخر المحاضره. الان ايش بقول لك؟ بس خلينا نخلص الفكره وبعدين بنسمع الاسئله. بيك هولدز اللتر. ايش بده يصير؟ قال لك اول حاجه بدك تعمليها كولكت لترز اور ديجيتس انتو ا بفر بي، يعني كل اللترز والديجيت اللي وراه خديهم وحطيهم في بفر. يعني هذا تعمل زي فور لوب، لتر اور ديجيت حطه في البفر، لتر اور ديجيت حطه بالبفر، لتر اور ديجيت حطه بالبفر، يعني لغايه ما يبطل لتر اور ديجيت. الان هذا البفر ايش بدنا نعمل فيه يا بنات؟ انت ايش يعني بفر؟ يعني قاعدوا الكاركترز فيه مفرقين عن بعض، انا بدي اقلبهم ككلمه كسترينج، ففي فانكشن جاهزه في الجافا حوليها لسترينج زي ما حنشوف تحول لسترينج. طب ايش افرقت؟ قبل شويه ما كانوش كلمه، كانوا حروف مقطعين موجودين في بفر. انا لازم عشان ادور عليه في الهاش تيبل موجود ولا مش موجود لازم احوله لسترينج، لازم اشوفه ككلمه. عشان هيك ما نستغرب لو قلنا الاس هي عباره عن السترينج المكونه من بي، من الحروف المقطعه هذول. يعني الاس الان لملمتهم وين؟ في كلمه. طبعا بالجافا حنلاقي فانكشن جاهزه تو سترينج، بعدين حنشوفها كمان شويه. المهم انه اصبحت الاس ايش تمثل؟ الكلمه اللي انا لقيتها. الان ايش هنعمل؟ بدنا ندور عليها. عشان هيك ايش قلت له؟ قلت له استخدم الوردز، طبعا الهاش تيبل وردز الكلمه اللي يعني السيمبل تيبل هنسميناه وردز مخزن الكلمات دوت جيت، وايش حطيت بين القوسين؟ الكلمه اللي انا شفتها قبل شويه، لانه يمكن انا شفت وايل، فلو شفت وايل ما هي كيورد صح؟ حيروح يرجع لي انه لقاها لانه مخزنها كانيشاليزيشن انا كيورد مثلا. فبغض النظر انا الكلمه اللي شفتها بقول له تفضل دور عليها واذا لقيتها رجع لي اياها. الان وين رجعها لي؟ في دبليو. الان دبليو واحده من تنتين، يا نال يا اوبجكت. اذا نال ايش يعني؟ يعني ما لقاهاش. طب اذا مش نال معناها لقى اوبجكت ورجعه. فاذا كنت كاتب انا واي حيكون رجع لي كي وورد في هذا المكان، اذا كنت انا لا كعامل ايدنتيفاير ومخزنه حيرجع لي اياه كايدنتيفاير لانه لقاه. فانا بيعنينيش ايش اللي لقى، خلص لقاه برجع لي اياه كاوبجكت. ايش المطلوب مني اسوي؟ اقول له يلا يا اوبجكت كلك على بعضك مع السلامه، ريتيرن للي استدعاني، خلص هاي الاوبجكت كامل. فعشان هيك ايش بقول؟ اذا الدبليو مش نال خلص ريتيرن دبليو، يعني لمين رجع دبليو؟ للبارسر للي استدعى. خلص الان دبليو ايش فيها؟ فيها التوكن كامل. اذا كانت وايل حيكون وايل وكي وورد، اذا كانت ايدنتيفاير انا مخزنه حيرجع له اياها ايش؟ كايدنتيفاير وهي الليكسين تبعته. المهم الاوبجكت هذا كله حيرجع، هذا لو انا ايش لقيته في التيبل. طب السؤال ما لقيتوش معناها مش حيفوت هنا، مش حيطلع من الكود، حيكمل. ايش بقول له عاد؟ ايش المفروض اقول له؟ الان حقول له خزنه، بس حقول له خزنه كاي دي ورجع. طب خلاص الكي وورد بلعبش فيهم. الان كل كلمه بلاقيها طالما مش كي وورد مش موجوده بخزنها الان كايدنتيفاير. عشان هيك ايش بقول له؟ خلص انتر ذا كي، طلع شوف كيف خزنها
بعد الكي اللي هو الحروف المكونة اللي هي S، وخزن الأوبجكت كامل، لأنه الأوبجكت حتى الآن إحنا شو بنتعامل معه إنه هو من نوع ايدنتيفاير وهي حروف المكونة له، فهو بعت مين كمان معه الأوبجكت كامل. ما حدش يقول لي ليش بعت الاس مرتين، الاس في أول مرة ككي فقط عشان يوصلني لللوكيشن، لكن شو فعليا اللي تخزن الأوبجكت كامل بكل تفاصيله، بالكسيم تبعه، بالتايب، إيش ما يكون فيه معلومات كلها موجودة فيه أوبجكت، لأنه لما حيرجع حيرجع للأوبجكت كامل بكل تفاصيله بالكسيم، فبديش أفصلهم عن بعض، أنا بس بدي كي، فلا مانع إنه يكون الكي أصلا معلومته موجودة هنا، لا مانع، ما في مشكل. هذا كي له طريقة استخدام، وهنا له طريقة استخدام، هنا طريقة استخدامه كجزء من هذا التوكن للناس اللي بدهم إياه الحروف المكونة له، هنا طريقة استخدامه فقط للوصول إلى المعلومة بس، إنها موجودة أو مش موجودة، فهذا زي برايمري كي بس مش أكتر، إنه يوصلني. تمام. طيب الآن تمام، الآن إيش سويت بعد ما أنا حطيت في السيمبل تيبل أو في الهاش تيبل الفاليو، إيش أقول له؟ ريتير التوكن، مين هو؟ شايفة؟ برجعش الآس، أنا برجع التوكن الآن اللي هو التوكن مكون من إيش؟ من جزئيتين، إنه آيدنتيفاير وهي الكسيم تبعاته. تفضل، هايهم عندك، هايني رجعت له إيش؟ التوكن تبعه باختصار. وضحت الكود؟ هنا الكود مش صعب جدا، ما فيش فيه إشي. في الآن أي سؤال كيف اشتغلنا هان؟ طبعا هنشوف هذا الكلام كمان شوي بالتفصيل كجافا، بس في الأول نفهم البسيدو كود تبعه. طيب الآن إحنا لما كنا بنقول بدنا نبعث للبارسر الأوبجكت، والأوبجكت من نوع ايدنتيفاير، أنت إيش هتبعث للبارسر؟ هتبعث للبارسر معلومتين صح؟ هتقولوا له يا بارسر هاي اي دي وايش والحروف المكونة، فهذا الحروف المكونة جزء من هذا الأوبجكت، فكله على بعضه أوبجكت بده ينبعث بالكامل أو يجي بالكامل. الآن أنا هذا الأوبجكت عشان أخزنه هان بدي كي يوصلني إله أو يجيب له، فإحنا اخترنا الحروف المكونة اللي هي أس، اخترتها كمان ككي، فما فبديش حدا يفكر عشان اخترتها ككي إنه ممكن ألغيها أقول بديش إياها، لا، هذا الشيء وهذا الشيء، هذا جزء من أوبجكت واخترتها ككي. طيب أي سؤال؟ واضح الأمور؟ نكمل. طيب الآن إحنا السؤال متى حيطلع من هاد؟ حتقولي حيطلع من هاد الفانكشن في حال إنه لقى توكن مظبوط من نوع يا اي دي يا كيورد حسب إيش أنا مخزن، صح ولا لا؟ طب السؤال لما يطلع من هان البيك وين بكون واقف؟ على أول كاركتر بعد هذه الكلمة. ليش؟ لأنه مش هو ضل يمشي لتر أو ديجيت لتر أو ديجيت، لما لقى حاجة لا لتر ولا ديجيت قال ستوب، فأخذ كل الكلمة تبعته، لكن البيك صار واقف وين؟ على بداية الجديد، على كاركتر جديد. فمتى بفحص هذا الكاركتر؟ في اللفة الثانية، لما حدا يستدعي الليكسيكال كمان مرة بيبدأ من مطرح ما وقف، سواء كان واقف على فراغ ولا واقف على كاركتر، إذا واقف على فراغ ما بيصير في كود يمشي عنه، فحيبدأ من جديد. بس المهم الفكرة إنه بكون البيك مشي خطوة زيادة عن التوكن تبعه وجاهز للفحص من مطرح موقف للمرة القادمة، ما ننساش المعلومة. طيب الآن طيب لحظة شوية، أصبري معايا. الآن لو أنا كاتب F 99 هذا بالنسبة لك identifier ولا digits؟ ولا identifier، فهو لما لقى الاف فات مظبوط. الآن طول ما بشوف digits خلاص عارف ان هذا مش number، هذا جزء مقطع من الidentifier، فعشان خلاص حيعلق في الأرقام ويعلق في اللترز، خلاص هذا جزء من الidentifier. لما يجي حاجة لا هي number ولا هي لا هي ديجيت ولا هي لتر، بيعرف انه هذا الايدنتيفاير كمل، الان خلص في اللفه الجديده بيبدا من جديد، شفتي كيف؟ فخلص بمشي. طب لو كان بادي بتسعة ما فيش شيء، لتر بيبدا بتسعة عشان هيك عارف حاله بده نمبر،
فافرض لقى يساوي بعد هيك خلاص بوقف، بعتبرهاش التسعة واللي يساوي في النمبر، فبعتبر هذا كاركتر جديد وهكذا. شفتي كيف؟ تمام. طبعا يا بنات هم برضو في اللغات الجديدة مش اعتباطا لما بيجي بشرطوا بعض الشروط في اللانجوجز الجديدة عشان يسهل الكود ويصير افيشنت اكتر. يعني ليش هو قال لك ما يبداش اللتر الايدنتيفاير ما يبداش مثلا برقم؟ عشان ما يصيرش خربطة، اصير انا اعمل فحص زيادة، هل هذا زي ما قالت رقم والله مقطع من 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 ايدنتيفاير؟ فبقول لك ممكن يصير اشكالية، عشان هيك بيحاولوا يبعدوا عن الحاجات اللي ممكن تشتت وتعمل ايش؟ بطء او عدم قدرة يكون الكود سريع. مش بس هيك، تعالي تطلعي مثلا لما يقول لك ما تستخدميش انه الكي وورد تكون نفسها ايدنتيفاير، ممنوع تستخدم الاف، تكون في لانجويج بتسمع انه الاف تكون ايدنتيفاير والاف تكون كي وورد، لكن لانجويج الجديده ما بتسمحش. ليش؟ لانه لو سمح معناها بده يصير في بروسيس كتير، كل ما يلاقي ايدنتيفاير طب ما يمكن يكون هذا كي وورد، فكيف بدنا نعرف؟ هذا هنتكلم عنه بتفصيل ان شاء الله في محاضرات قادمه. بس الفكره يعني بتلاحظ انه دائما الاشياء اللي ما لهاش داعي بيصير في اللانجويج الجديده يقول لك ممنوع تعمليها زي هيك، يعني ممنوع تسمي الكي وورد بايدنتيفاير. وحناخذ امثله نوضح الصعوبه هذه في حينه لما ندخل الشابتر الجديد ان شاء الله لاحقا. واضح كيف؟ طيب على كل الاحوال نرجع خلينا في مثالنا. المهم الان انه كمان مره طول ما في سبيسز الفور اللي فوق الاولانيه بتلف بنطلع منها، واحنا الكاركتر حاجه غير السبيس او النيونايل او التاب. قلنا حنفحص في الاول هذا الكاركتر ديجيت ولا مش ديجيت، اذا ما كانش ديجيت مش حيفوت فوق صح؟ حيفوت هان اذا كان لتر. طب اذا كمان مش لتر برضه مش حيفوت هان، بده يكمل الان الكود. ايش تتوقعي بدنا نسوي؟ ايش الاسامبشن تبعنا؟ بدنا نعتبره ايش؟ بدنا نعتبره توكن قائم بذاته، فبدي اقول له انت توكن تفضل ارجع. باختصار هيك كودي حيخلص الان. يعني الان انا مش حوصل وينه؟ يعني انا الان وين ال تمام، خلينا نرجع لها بس تذكير، حرجع لها اتكلم فيها الان بس اصبروا شوي. الان ايش بدا يسوي؟ يحط الكود كامل تاع السكان تاع الليكسيكال. ايش قال؟ قال اول ما بنبدا بالكود اللي شفناه تاع الفورين او الفور اللي فوق. فهذا ايش بيسوي الفور اللي فوق؟ طول ما سبيسز نيو لاينز تابز بتلاقيه بعملهم سكيب، مش حيسيب السطور هاي الا هو ماسك في كاركتر غير السبيس والنيو لاين والتاب. حيشوف هل هذا بدايه نمبر ولا لا؟ اذا بدايه نمبر حيفوت وين؟ في الكود هذا. طب هو مش بدايه نمبر، هل هو بدايه لتر؟ يعني هو لتر يعني بدايه وورد، يعني بدايه ايدنتيفاير ولا كي وورد؟ اذا حيفوت هان ويطلع بريتيرن انه لقيت شيء. طب اذا برضه لا، ايش قلنا حنفترض؟ انه هو توكن قائم بذاته. فايش قال؟ قال خلص التي هي عباره عن توكن اللي هو هذا الكاركتر، انسيلي هذه مؤقتا، سيليها شويه. ايش في الاخر بقول؟ ريتيرن تي. يعني باختصار قال هذا التوكن هو توكن تي اللي هو البيك، وريتيرن لمين؟ للبارسر، انه تفضل هي التوكن الزائد او الناقص او الضرب او القسمه. الان هنا في ملاحظتين. الملاحظه الاولى انه هنا ما عملش حساب التوكنز الاخرى اللي ممكن تكون من اكثر من حرف، زي الاكبر او يساوي، اصغر او يساوي، او يساوي يساوي. بالتالي لو احنا مطلوب منا نعدل على هذا الكود عشان يعمل يساوي يساوي، حتصير تعدلي من قبل هذه المنطقه، تصير مش احنا اذا كان نمبر فوتنا في النمبر، اذا كان لتر فوتنا في اللتر، بتصير بعدك اذا كان اكبر تفوتي في دائره الاكبر انه اجوي وراها يساوي ريتين اكبر او يساوي. فبصير في تعديلات في الكود اذا بدك تعمل حساباتك التوكنز اللي ممكن تكون من اكثر من كاركتر. لكن هنا الاسامبشن تبعنا في هذا الكود شو؟ انه خلص اذا مش نمبر مش كلمه هو توكن قائم بذاته، عشان هيك لاحظ ايش هو خلص وختم على طول، ما عملش فحص. لكن انا بعلمك لو بدك بتعدلي من هان في المناطق هاي حسب طبيعه السؤال. الان احنا مش هنعدل. الان خلص هو قال التوكن تي تساوي نيو توكن، يعني خلص عرف هذا الكاركتر اللي لحاله كتوكن، وراح ايش عمل؟ ريتيرن، ونهى القصه. بس الاشي الغريب اللي انا مستغرب واللي بدي منه اجابه من حضراتكم، ليش قال بيك تساوي بلانك؟ ليش عمل؟ يعني ايش وظيفه هذا السطر؟ ايش اهميه هذا السطر؟
لا فراغ. ليش يعني ايش بدي في السطر وايش بدي منه؟ يعني ليش وجع الراس يعني؟ صح ولا غلط ولا بلزمش؟ بلزم ليش بلزم؟ بلزمش خلص بنقول بلزمش وبنمشي، ما اعرفش. انا بسألكم الان، انتم الاجابه عندكم، ايش رايكم؟ هذا السطر له داعي ولا لا؟ الان هنا باختصار قال لك خلاص يبقى التوكن هو الزائد او الناقص ورجع التوكن ويعطينا العافيه. ليش عمل البنك؟ كيف يعني؟ مش فاهم. وضحي وارجعي وكملي. كيف مش فاهم؟ طيب كيف حنقول للي بعده؟ انا ما نطيتش عنه، انا اعتبرته بلانك. مش هو كان واقف على الزائد، انا ما قلتش، انا اعتبرته قلت طب اعتبر الزائد هذا بعد ما رجعته فراغ. كيف بده يروح؟ طيب اه طب هو اخذ وخلص هنا، ليش انا احط السطر؟ هو اخذ وخلص. كويس كويس كويس، يعني عشان يمشي، عشان يمشي. طيب كويس، خلينا انا عشان الناس اللي نايمين شويه يصحصحوا، اعتبروا انا ما حطيتش هذا السطر، ايش بده يصير في اللفه الجديده؟ الان مش هو كان واقف عند الزائد صح؟ رجع الزائد، لف من لفه جديده، وقف على الزائد، لف من لفه جديده، وقف على الزائد، فمش ماشي. عشان يمشي خطوه قدامي حلين، يا بقول البيك يساوي بيك بلس 1 وخلصنا عشان يكون مشي على اللي بعده في اللفه الجديده، يا بقول له نعتبره فراغ. ليش انا اعتبرته فراغ؟ عشان لما الف اللفه الجديده الفور اللي فوق بتشوفه فراغ حتمشي عنه اوتوماتيك، فبتمشي على اللي وراه. فلما بحطه فراغ بضمن انه الفور الجديده في بدايه الليكسيكال مشيت عنه، مش انا هي بتمشي على الفراغ، فمشيت عنه مشيت على اللي وراه. فالفكره بس انه بدنا نمشي البيك خطوه، فانت حره ان حطيتي فراغ بيزبط. ليش؟ لانه مين اللي حيمشي خطوه عنه؟ مش انا. لما يبدا الليكسيكال من جديد يشتغل فبمشي عن الفراغ، فبضمن انه مشي خطوه عنه، فبديش ابحثه ثاني. يا اما هنا ايش بسوي؟ بيك تساوي بيك بلس 1. طب واحده حتقول طب ليش انا ما عملتش هذا الكلام هان ولا هان؟ لانه الاثنين هدول كان اوريدي ماشي. لما ادور على النمبر مش واقف عند اخر ديجيت، كان اوريدي ماله ماشي عن النمبر وواقف على اول كاركتر بعد النمبر، مش هيك قلنا؟ ولما تيجينا فحصنا الكلمه لقيناه برضه البيك وين؟ واقف على اول كاركتر بعد مين؟ بعد الكلمه، وبالتالي ما فيش داعي امشيهم. لكن لما بكون التوكن هو قائم بذاته لحاله، طب مين بده يمشيه؟ لازم حدا يمشيه. فيا اما بقول بشكل واضح وصريح بيك تساوي بيك بلس 1 وخلص، يا بقول له اعتبرها خلص، ما انا خلص عرفت انه توكن وحرجعه، اعتبر انه هذا كان فراغ عشان اللفه الجايه يمشي عنه ويلقط في الوراء. طبعا اذا اللي وراه كان فراغات بصير يكمل بشيلهم لغايه ما يمسك كاركتر جديد ويبدا يشتغل، يعني بيبدا الفحص من اللي وراه. بس هي كل الفكره. وضحت؟ في حد يسألني هنا أي سؤال؟ الآن الكلام اللي حكيناه كبسيدو كود بدنا نحاول إنه نعمله كجافا، تمام؟ بدنا نفكر كيف نعمله كجافا. لكن زي ما أنتم شايفين الإشي الأساسي خلص. ليش؟ لأنه أنا باختصار بدي فانكشن سكان. هي فانكشن سكان هي اللي بتعمل عملية الكشف عن التوكن وإني ألاقيه وإني أرجعه. طالما الآن بدي أتكلم كجافا، بتوقع مش صعب عليك انه تعملي كلاس كبير تسميه ليكسيكال مثلا، وتصير تحطي هذا اساسي جوا الليكسيكال زي ما عملنا قبل هيك في البارسر. احنا كان الستارت سيمبل اكسبريشن كل هذه الفانكشن حطيناها وين؟ في كلاس سميناه بارسر. فسهل جدا انه تحطي هذا في هيكليه الكلاس تبع مثلا ليكسر او سميه ليكسيكال زي ما بدك تسميه. الان برضو في شغله مهمه، لما انا بدي اتكلم الان على جافا بدي اتذكر دائما انه لغه الجافا هي اوبجكت اورينتد، وبالتالي هي مكونه من مجموعه من الاوبجكتس اللي بدي احاول اتعامل معهم باختصار. ولكل اوبجكت لازم يكون في عندي ايش؟ كلاس، تمام، اساسي على اساس اني اعمل منه انستنس وابدا اشتغل. طيب الان تعالوا نفكر شويه، انا ما بتكلم الان كليكسيكال، كم كلاس بيلزمني او كم اوبجكت بتلاقي موجود عندك هنا في الكود اللي كتبناه؟ خلينا نتكلم مع بعض زي هيك، كم اوبجكت تقريبا مر عليكي؟ اه يلا مبرمجات.
الآن إحنا عملنا فانكشن اسمها سكان، صح؟ جواتها ممكن يكون احتاجنا نتعامل مع اوبجكتس، ممكن، أنا لسه مش عارف، أنا بسأل. لكن بالتأكيد إذا في عندي اوبجكتس لازم أعمل إلهم كلاسز. في عندي اوبجكتس هنا، إيش هم؟ أيوة، التوكنز. ولو اطلعت شوية هتلاقي في أنواع، في توكن قائم بذاته، ما فيش فيه إشي غير بس الفاليو تبعته نوعه. وفي هتلاقي اوبجكت زي النمبر، النمبر فيه قيمتين، النوع اللي هو نوع نمبر والقيمة. هتلاقي فيه اوبجكت ثالث اللي هو الوورد، الكلمة اللي هي فيها أنواع من نوع ايدنتيفاير أو من نوع كيورد والكسيم المكونة لها. يبقى الواضح أنه هنا في عندي عبارة عن مجموعة من الأوبجيكتس، وبالتالي أكيد يكون في عبارة عن مجموعة من الكلاسز. الآن الحلو برضو في الأوبجيكت أورينتد أو في الجافا تحديدا أو في سي بلس بلس كمان، أنه في عندك مبادئ رئيسية ممكن تستفيدي منها زي الانهيرتنس، والأمور هذه دائما موجودة للتسهيل مش للتصعيب. إيش بنقصد بالانهيرتنس؟ أنه والله إذا في أوبجيكت بالضبط اوبجكت ممكن يروح يورث اوبجكت ثاني اقل منه ويزيد عليه معلومات. يعني باختصار ممكن يكون الاوبجكت الف في معلومه A، والاوبجكت بي في A وفي B وC، فبروح بيورث الاوبجكت الاولاني وبضيف على معلومات ومعلومات اخرى، وبيستفيد هيك من ايش؟ من المعلومات اللي كانت في الف، فيش داعي يروح يكررها. فإذا أنا في عندي نظام إنهيرتنس ممكن أستفيد منه، ليش لا؟ ليش أقعد كل مرة أكرر في الفاليوز وأكرر في الفانكشنز وأنا قادر إشي كومن يكون موجود وأورث وأكمل عليه؟ فدائما سياسة الإنهيرتنس هذه سياسة كويسة، إذا بنقدر نستفيد منها نستفيد، ليش لا؟ الآن لو جينا نتطلع هنا على الأوبجكتس الثلاثة اللي نتكلم فيهم، هل بتلاحظ في بيناتهم common things أو في بناتهم وراثة أو إشي؟ تكلمنا عن ثلاثة، تكلمنا عن التوكن، class token جواته بس النوع، تكلمنا عن class number جواته النوع والفاليو، تكلمنا عن class word جواته النوع والكسيم. إيش من الكلام اللي أنا قلته بدك تعملي؟ واضح أن النوع موجود في الثلاثة. طب مين بده يورث مين؟ أيوة، في الأول بده يكون عندي التوكن القائم بذاته اللي فيه بس نوع، فهذا بدي أسميه مثلا class token. الآن النمبر مش هو فيه برضو النوع اللي كان موجود هناك بس ضاف عليه value، فالمفروض أنه أعمل class number بيورث التوكن الأساسي، فخلص فصار already طالما ورثه صار النوع داخل موجود فيه، بس حيضيف عليه مين؟ الفاليو اللي هي 256 مثلا. طيب الايدنتيفاي أو الكلمة عفوا الword، هتقولي لي حيورث ايضا التوكن، صرت انا ماخذ منه النوع، حضيف عليها الليكسيم الحروف المكونه. عاد لو في المستقبل اجانا اوبجكت جديد في نوع وفي ليكسيم وفي تايب وفي سكوب وفي مش عارف ايش، ممكن يورث نفسه الوورد ويكمل عليه. فدائما هيك مبدا الوراثه سهل جدا، انه خلص اشي موجود باضيف وبكمل عليه. وضحت؟ طيب تعالوا نشوف هذا الكلام كيف بدنا نسويه احنا في موضوعنا. قال لك في عندي ثلاثة كلاسز رئيسيات، في عندي كلاس توكن، في عندي نمبر، في عندي وورد. بالنسبة لكلاس توكن الأساسي إيش بدنا نكون فيه؟ فاليو واحدة. شو هي الفاليو؟ النوع. يعني لما أنا أقول زائد النوع ناقص النوع اللي هي نوعها ناقص، الضرب نوعها ضرب. بس السؤال ليش عرف نوعها انتجر؟ في مشكلة انه عارف نوع انتجار مع انه كاركتر هو في الاخر التوكن. بالضبط، مش حتكون عندي مشكلة. انا في الاخر قلت له بدي توكن زائد، هو بده يخزن قيمة انتجار، ايش حياخد؟ الاسكي كود تحت الزائد. طب واحدة حتقول لي طب انا بدي اطبع الزائد كزائد، بديش يطبع لي اياها كاسكي. بقول له كاستنج كار، خلص اطبع الزائد، بيطبع لحاله كار التاج، يعني بيطبعها كزائد. فعملية ما فيش فيها اي تعارض ولا اي تناقض، فعلى طول ايش سماها؟ انتجر فاليو تاج اللي هي نوع. طيب الان النمبر بمجرد ما عمل وراثه للتوكن صار جواته طيب بنات كمان مره احنا قلنا
أنا لما بدي أعرف توكن قائم بذاته لازم الفاليو تبعته تكون معروفة عشان أميزه. أنا في عندي كتير توكنز قائمة بذاتها، زائد، ناقص، ضرب، قسمة، مش عارف مين، فاصلة إلى آخره. كيف بدي أعرف إنه هذا توكن قائم بذاته؟ لازم يكون في فاليو جوا هذا الكلاس تمسك هذا التوكن، تعمل هذا النوع. طبعا واحدة ممكن تقول لي طب أنا لو عملت هكار في حدا له عندي صح ولا غلط؟ بقول لك مش غلط، لكن كمان شوية حتيجيكي أنواع أخرى زي النمبر وزي الاي دي وزي الكي وورد، ومن ناحية برمجية حيكون أسهل وأسرع وأقوى تكون انتجر. لكن الآن لو أنت بتعمليها كار مؤقتا لهذا التوكن بيمشي الحال، لكن إحنا قاعدين نتطلع لقدام، مش بس لهذا التوكن أنا بتطلع، للتوكنز الأخرى الموجودات والأنواع الأخرى. فعشان يكون كود إيفيشينت قال لك الأفضل يكون هذا انتجر. وهنا ما في تضارب مع الكاركتر أساسا، لأنه حيصير أنا صح بكتب قاعد ككاركتر، حضلني في شغلي بدي زائد بدي ناقص التوكن ضرب، لكن انترنالي هو بياخد بس قيمة الآسكي الانتجر وبيشتغل عليها وخلاص. يعني أنا مش حتضرر، أنا حضلني أستخدم زائد وناقص وضرب وقسمة وكل إشي، لكن هو انترنالي حيحولها وياخدها قبالها إيش قيمة الاي والاسكي تبعه وخلصنا. فأنا مستفيد وهو مستفيد، أنا ما غيرتش في كتابتي وفي شغلي وهو ظل إيفيشينت وعمل حساباته للتوكنز اللي جاي. هاي باختصار يعني القصة، فما تقلقي من موضوع أنه خلاها انتجار. تمام، المهم أنه لازم يكون في فاريابل يخزن قيمة التوكن. الآن أحط هانتي ما أحطش هانتي، هذا اللي بيقرره لحظة الانيشاليزيشن للتوكن. أنا لما أجي أعمل هيك يا بنات مثلا أفهمك حاجة، أقول T1 تساوي new token، ها بالله شو استفدنا؟ شو T1؟ شو T1؟ token شو هو؟ شو هو؟ طب ليش عملت creation ما زال فاضي؟ ليش أعمل الحركة هاي؟ إذن أنت مجبرة طالما بدك تعمل creation لكلاس اسمه token لأوبجيكت من نوع token لازم تعطيه قيمة ابتدائية يكون هو فيها، صح ولا لا؟ عشان هيك انا ايش بدي اقول؟ مثلا التوكن بدي اياه زائد، فطالما انت حطيتي باراميتر هان في الكونستراكتور لازم تعبري عنه بالتي هان غصب صارت. يا فراغ وفراغ. لكن في حاله فراغ وفراغ شو بدي احط التوكن؟ شفتي كيف؟ عشان هيك انا ايش قلت له؟ خلص الزائد هذه هي اللي هي التاج، هو هذا التوكن تبعي. شفتي هاي من ناحيه برمجيه. طيب واحده بتقول لي طب انا ما بديش اعمل هيك، بدي اخلي فراغ. والله اذا بدي افرض فرضيه بيني وبينك الان نتفق عليها، اجي اقول لك طول ما واحد بيعمل لي نيو توكن فراغ بدنا نعتبره باي ديفولت زائد، ها باي ديفولت، بصير ايش اقول له؟ خلص بصير اقول له التاج بتساوي بحط له رقم الزائد هيك خلص، انه بصير كل ما يعمل انيشاليزيشن لحاجه ما قررهاش انا ايش حطيتها له. بس ايش المنطق يعني كل توكن اعتبره زائد؟ فانا بقول له لا خلص انت بدك ايش توكن اساسا ما تعملش الكرييشن، بدك توكن زائد خلص الزائد انا بخزن لك اياها في التاج تبعي، بدك توكن ناقص الناقص انا بخزن لك اياها في التاج تبعي. فهي باختصار القصه. عشان هيك انا حبيت في الكرييشن نحط باراميتر عشان نحطه جوا التاج تبعي. فهي باختصار وضحت؟ تمام. طيب الان هذا توكن ايش المستقل بذاته القائم بذاته؟ تعالوا نشوف أو قبل هذه، معلش خليني بديش تطلع على هذه. الآن أنا بس بدي أسأل سؤال في الأول، لو كان الليكسيكال لقى توكن من نوع نمبر، يعني لقى رقم وبدي يقول للبارسر لقيت توكن من نوع نمبر، صح؟ الآن شو بدي يقول له؟ بدي يقول له return num. تمام؟ بدي يجي البارسر كيف بدي يفهم num؟ يعني كيف بدي اقول له انه لقيت نمبر؟ كيف ابعث له اياها؟ ابعث له اياها ككلمه string n u m وافهم البارسر انه لما تشوف انت ال n u m يعني نمبر، ولا كيف؟ ايش رايكم؟ ايش الحل؟ كيف اعمل؟ يعني لما تعمل انت return num يا بنات هيك، لما تعملي return num هذه مش مقبوله، شو num؟ صح ولا لا؟ الا اذا انت قلتي له string من نوع number وعرفتيها، مش هيك ولا لا؟ الان انا سؤالي كيف افهم البارسر انه لقيت توكن من نوع نام؟ لو كتبت ريتير نام غلط، ايش رايك؟ كيف بدنا نفهمه؟
ماشي بتقول لي نعمل اوبجكت نام، ماشي عملنا اوبجكت نام. انا سؤالي طب كيف بدي افهمه انه نوعه نام؟ اعتبري نوعه كيف انتج ايش عمل؟ اه كيف ابعت التايب تبعه؟ الان انا اعتبري لقيت نمبر، بدي افهم اللي وراي هداك انه لقيت نمبر، ايش ابعت له؟ ابعت له كلمه string ان يو ام، واقول له انت اذا هي السترينج اعمل string كومبير، اذا ان يو ام معناها نمبر، واذا هيك لا مش نمبر، ولا في حل ثاني افضل واحسن؟ ماشي مين كمان اوضح؟ انا فهمت اللي قالته كويس، بس مين اوضح؟ يا مبرمجات المستقبل ما شاء الله عليكم، رابعه وخامسه شاطرين في البرمجه انتم كثير. طيب الان انا في عندي اكثر من خيار، خيارات منها مش افيشينت وخيارات منها افيشينت. باختصار لو انا جيت اتكلم باسلوب انه ابعت لي اياها كسترينج، انه بعت لك حروف ان يو ام وهناك ان يو ام، مش انه بصيرش بصير، لكن بدها بروسيس وقارن الان يو ام مع الان يو ام اللي عندك عشان تقول هي بعت كلمه ان يو ام وبدها يشتغل، فبدها شغل. لكن في ناس شاطرين ايش بقولوا؟ زي ما قالت هي قبل شويه، قالت انه ليش ما انا اعطي كلمه نم من خلال الانيوريتنج الانم، هذه اعطي كلمه نم كود 500 مثلا كانتجر فاليو، واسير بعد اليوم انا لما اكتب له ريتيرن نمبر ولا ابعث له نمبر هو انترنالي بتعامل كارقام ال500 اللي انا ثبتها على النم. ما خدتوش حاجه في زي هيك قبل هيك زي ديفاين هاي هذه؟ ما خدتوش حاجه زي هيك؟ خدتوا حاجه زي هيك ولا لا؟ ولا لا يا مبرمجات؟ هذه شو معناها؟ انه بعد اليوم كلمه ان يو ام هي نفسها كانه رقم 256، فكانها كونستنت، مظبوط ولا لا؟ فبصير بعد اليوم لما اقول له ريتيرن ان يو ام، انا بقصد ريتيرن نمبر، بس هو حيحولها انترنالي لرقم ويفهمها ويشتغل عليها، زي بالضبط الكاركتر لما بروح بعوضه بالاسكي كود، مش هو في الاخر قلبه لرقم عشان يفهم وصار يشتغل كانتجر؟ فانا في الحاله هاي، في الحاله هاي بقدر قد ما بدي اعمل انام ديفاين زي هيك، مثلا بدي كلمة الـ ID، بدي كلمة الـ True، بدي كلمة الـ While، كل واحدة ممكن أحط لها إيش؟ رقم، وبعدين أصير أتعامل أنا كأسماء، لكن البرنامج بتعامل كإيش؟ كأرقام، وإحنا أنا راضي هو راضي والموضوع إفيشين باختصار. طبعا في الجافا كيف بيسووا الحركة هذه بشكل أفضل من اللي أنا كاتبه؟ هذا زي السي والسي بلس بلس، بالجافا هيك بعملها. بالجافا باختصار بعمل كلاس مثلا اسمه تاج وبحط فيه الديفينيشن جوا. ايش بيجي بقول؟ بقول النام هيها، الاي دي هيها، الترو هيها، الفولس هيها. عارف هذا شو معناته؟ معناته انه الان اصبح قدره لدي اقول له ريتيرن ترو اذا بدي، ترو بالكابيتال طبعا، لانه هو انترنال حيفهمها كرقم 258 ويتعامل مع 250 كترو، هو بيتعامل معها كارقام وانا بتعامل معها ككلمات، وانا راضي هو راضي في النهايه. طبعا بتوقع انه انا مش بس على قد القائمه هاي، بتوقع كل الكلمات المحجوزة كمان عملها، يعني الوايل أديها رقم، الإف أديها رقم، الدو أديها رقم. مش أنا كنت لما ألاقي توكن من نوع وايل أروح أقول للبارسر لقيت وايل، كيف أقول لقيت وايل؟ لازم أديها إيش؟ رقم. لقيت إف أديها رقم، لقيت دو لقيها رقم. فأي كلمة أنت بدك تستخدميها داخل الريتين أو داخل البراميترز أو الفانكشن زي ما بدك لازم تعملي لها شو؟ رقم، تمام؟ عشان يصير سهل أنت تشتغلي والكود سهل يشتغل. طيب السؤال الثاني، معلش لازم اخذ خمس دقائق كاملات الضينات. السؤال الثاني، ليش بدا من ارقام عاليه في الاول؟ هل في مشكله وعملت 300 301 302؟ في مشاكل؟ لا فيش مشاكل. طيب هل في مشكله وعملت من 50 51 52؟ ليش؟ ايوه حيصير تداخل مع الاسكي كود. احنا الاسكي كود مثلا خلينا نعتبر الرينج تبعنا من 0 ل 255، وبالتالي بحط ارقامي من بعد هذا الكلام. ليش؟ لانه افترضي انا ما اتبعتش هذا القصه ورحت حطيت النمبر 50، طب ما يمكن الزائد الاسكي كود تبعه 50، فلما نقول 50 شو عرفني بنقصد زائد ولا بنقصد نمبر؟ فعشان ما يصيرش تداخل ما نحطش اسمين لنفس الرقم
بنروح بنبدأ من بعد الاسكي كود، من بعد ال 255. شفتي كيف؟ عشان ما يصيرش تداخل باختصار. طيب تعالوا الآن نشوف بس كيف نعمل الكود تبع الليكسر تبع النمبر. لاحظي ايش قال النمبر، النمبر اكستندز توكن، يعني ورث التوكن، يعني صار خلص اوريدي جوا النمبر حاجه اسمها تاج. على طول طبعا بدي اضيف عليها شو؟ التاج الفاليو، قيمه الرقم. الان ايش انا حاط باراميتر؟ يعني وكانه بفهم منه انه النمبر هيك بعمل له كرييشن. كيف بعمل له كرييشن النمبر؟ هيك مثلا نم مثلا نمبر 1 يساوي نيو مثلا نم، وبحط له مثلا 50 مثلا. الان ايش معنى هذا اللي انا سويته؟ تعال اطلع بس معي شويه. هذا حيستدعي الكونستراكتور مظبوط، حي الفي حتكون ايش؟ 50. طبعا الفاليو اخذت قيمه مين؟ الفي. طبعا شو النوع هذا اللي انا بعته؟ نوعه ايش؟ رقم، مش هذا نمبر؟ عشان هيك ايش قال؟ قال سوبر. ايش يعني سوبر؟ يعني حط اللي بين القوسين هنا وين؟ في التاج تبعتي، تبعت النمبر. ليش كتب تاج دوت نم؟ عشان ما يكتبش ارقام. مش قلنا تو اتفقنا انه نعطي لكل رقم، كل اسم رقم، مش تو حط نم جوا التاج؟ فانت خلص صير التاج دوت نم اوتوماتيك. هو ايش حيحط جوا لما بيشتغل؟ الرقم تاع النم اللي اظن 256. لكن انا ايش بكتب؟ ليش تعمل تاج دوت؟ لان حطيتهم كلهم جوا كلاس اسمه تاج، ما خليتهمش برا. عارفه لو انا ما عملتش كلاس اسمه تاج وعملت ايه زي تحت ديفاين نم ديفاين ديفاين ديفاين، خلاص بعملش لا تاج بس برجع له نم. بس انا حطيتهم جوا كلاس اسمه تاج، عملت له تاج ماشي دقيقتين بس. تمام تاج دوت نم ماشي الحال. طيب الان تعالوا لاخر نقطه هنا اللي هي ايش؟ الوورد او الوورد. الوورد ايش استدعى او مين اخذ؟ مين ورث التوكن؟ يعني صار في التاج معروف تمام، وحيضيف عليه الحروف المكونه. الان كيف بعمل كرييشن للوورد؟ بعملها زي هيك، وورد تساوي مثلا وورد 1 تساوي نيو وورد. ايش ببعث له مثلا؟ ايش ببعث له؟ نوعه اذا اي دي، ايش اقول له؟ تاج دوت اي دي. اذا نوعه وايل، تاج دوت وايل، وبكون معرف الوايل. تاج دوت اف، تاج دوت ترو، تاج دوت فولس. وهنا ايش بحط؟ الحروف المكونه سواء للاي دي او للوايل او للاف او للكلمه اللي عندي. تمام. طيب الان ايش بصير؟ بياخذ التو باراميترز هذول اللي هي التاج النوع ومين والكلمه الحروف المكونه، ايش بيسوي عاد؟ سوبر تي. ايش يعني سوبر تي؟ يعني هذه التي النوع اللي هو تاج دوت اي دي ولا تاج دوت وورد ولا تاج دوت وايل، ماله بيروح بيكتبهم في التاج اللي فوق. والكسيم هذا ايش بيسوي فيها؟ بيخزن فيها مين؟ الاس. سؤالي الاخير الان عشان نخلص، الان ليش هنا في الكونستراكتور حط اثنين باراميتر بينما في الكونستراكتور هنا حط باراميتر واحد؟ ليه ما حط الاثنين زي هذاك؟ ليه ما قال له ليش ما قال له تاج دوت نم 50 زي ما اشتغل هنا؟ ليش؟ ايوه بالضبط. هنا كلهم نمبر، فالتاج فيش فيه مجال للخربطه. فبدل كل مره اكتب تاج دوت نم 50، تاج دوت نم 30، تاج دوت نم 20، قال لك ارتاح من كلمه تاج دوت نم، بس انت اكتب الفاليو اللي بتختلف وانا اوتوماتيك جواه بعمل التاج دوت نم. بينما هنا مش كلهم تاج دوت اي دي، ممكن يكون تاج دوت وايل، تاج دوت ترو، تاج دوت فولس، انا مش عارف، فبقدرش هذا اوتوماتيك يحط حاجه من عنده. عشان هيك صاروا الاثنين لازم يعدوا في لحظه الكرييشن شو الكلمه وشو نوعها. فهناك لانه اكثر من خيار اضطرينا نعمل اثنين باراميترز. هاي باختصار كل القصه. وضحت؟ طيب اليوم ان شاء الله حنوقف هام عنه عند الطلاب. انا خلصت الكود كامل تاع الجافا، المره الجايه بدناش نطول فيه، تكونوا دارسين لحد هنا كويس عشان 5 دقائق نخلص كود الجافا وندخل في السكشن الجديد.